وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم ووظائف المستقبل. وحول كيفية التوازن بين الامتثال والابتكار والإبداع بين المتعلمين في المنتدى العالمي للتعليم، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا متناهية الصغر والهندسة الوراثية ستغير شكل العالم ووظائف المستقبل. وفي هذا الإطار لدينا تجربة رائدة في رعاية المتفوقين، وهي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا. وقال: لكي يظهر الإبداع يجب ألا تقتصر المناهج على المحتوى والكتب الدراسية فقط، ويجب أن يكون التركيز على نواتج التعلم وليس الاختبارات التحصيلية فقط.